تفيد الكل ونكون كلياتنا الى الامام مش الى الوراء. بتمنى لكم الجميع كل خير. مساء الخير. انا بدي اجاوب ازهار على شيء، انه احنا هون بنقدر كمان نهتم بالشبيبي، نهتم في الاطفال، نهتم في الكبار في السن. يعني احنا هون بتخيل مش بس موضوعنا هون نسائي، نقدر نهتم في كل شيء في هذا المجتمع، وان شاء الله بالنجاح لنا كلياتنا. مساء الخير للصبايا. انا كثير سعيده لاني شايفه من كل شرائح المجتمع هون موجودين معنا، كمان من كل الطوائف، وهذا الشيء كثير بيسعدني. انا بفكر انه نحن دائما بنحكي على ميزانيات وميزانيات ومصاري، وكانه الدنيا بس مصاري. انا حسب رايي احنا زياده حيط، ان نعمل حيط في البلد، هذا بزيدش في مستواها ولا بقلل. ان نفتح باب مره شارع كمان، هذا مش كثير، مش مقياس للتقدم. انا بفكر احنا في بلدنا بحاجه لانه هاي الالفه والمحبه تكون بنات بعض، وبالفعل انه كلياتنا ناكل على طبق واحد. والشيء اللي مسعدني اكثر اني انا، صحيح اني انا بنت الداليه، بس انا من الناس اللي كثير كنت ضد قضيه الدمج، لاني بحس انه هاي بلدي، بلد انا عشت فيها 30 سنه تقريبا، الي هون 29 سنه، واولادي عاشوا فيها، وبحس انها كثير عزيزه علي يعني. وكثير مبسوطه انه رجعنا وقعدنا بعد مره في بلد عسفيا، وكل الصبايا هون من عسفيا، ورجعنا ان شاء الله انه هذا الشيء بعد بتقدم اكثر لقدام، نوصل لشيء احسن من هيك. تمام. يعطيك كل عافيه وكل مساء الخير للجميع. ذكرت هون عده نقاط واشياء اللي بحبوا النساء انه نتقدم فيها. انا بفكر على اساس نقدر نشمل كل هاي المواضيع اللي انحكت، نبدا من اسا في تعيين لجنه، ونضيف لنا بعد عده نساء، وكل مجموعه بتاخذ على عاتقها شيء من المواضيع اللي انطرحت، نحط خطه عمل نبدا ساعتها نقدر نشتغل، اللي ما يكونش بس حكي وكل مره نرجع بس نحكي، اللي نبدا طوالي في التنفيذ. يعطيك العافيه. مساء الخير. مبادرة كثير مميزة وجديدة، أول مرة نقبل على شيء عن الشكل، كثير حلو. فكرت أول شيء ما بس رفعوا لي تليفون وقالوا في شيء عن الشكل، شو بدي يكون؟ سألت حالي كثير أسئلة، أما إسا بس شفت هون وسمعت الأشياء، بس ناقص إنه نبدا نشتغل. يعني إحنا عدم استعداد للشغل. مسيكم بالخير الجميع. أول شيء أنا يعني كل ما بشوف وجوه نساء بلدي بزيد سنة من عمري، يعني الله بيعلم قد ايه بدي أعيش. اللي بدي أقوله من إنه إحنا السبع فعلا نحتاج لخطة عمل، لكن كمان بينقصنا بعض طاقات من نساء بلدنا. كل الخيري والطيبة والغنى موجود في داخل كل واحدة منا، لكن في عنا بعد طاقات اللي لازم نزيدها. يعني أنا عم أطلع على الوجوه، في عنا ناس اللي بنقدر نستعين فيهم اللي بيقدروا يساعدونا بعد زيادة. كيف ممكن من انه احنا نتقسم لطواقم مع اساس انه كل طاقم يحكي موضوع معين؟ اللي نحكي موضوع الشبيبي، اللي على اساس انه مش بس المركز الجماهيري يعطي اجوبه لهذول الشباب، احنا كامهات في عندنا طلب وعندنا مواضيع اللي نقدر ان نطلبها على اساس نقدر نسد فجوات عند اولادنا وعند شبيبه بلدنا، على اساس انه نقدر نعطي الإجابات اللازمة. الأخت أم علاء صميرة تحدثت موسع عن مركز أسري، وأنا أفكر أنت كمان واحدة من الطاقات اللي لازم البلد أول شيء نفتخر فيك، وأنه إحنا نستغل كل خبرتك وطاقاتك من أجل أنه كيف ممكن نقدم هذا الموضوع. كل واحدة حكت هون هي عالم قائم بحد ذاته، سؤال كيف تصرف هذا العالم لعمل. وأنا بتأمل من وجهي وبطلب منك إنه يكون في عنا يوم دراسي على هذا الموضوع، إنه إحنا نتقسم لمجموعات، كل مجموعة تأخذ موضوع معين، تبني خطة عمل لهذا الموضوع على أساس إنه إحنا قديش ممكن بشكل سريع نبدأ نشتغل، لأنه بفكر إنه بطل في وقت. وشكرا كثير لإلك أبو العزيز. لو سمحت راح الدور، قررت إني أفوت في المداخلة البسيطة. يمكن أول شيء مساء الخير. العديد من النساء هوني كانوا متفاجئات، أنا مش متفاجئة من قدرات المرأة، لأنه إحنا بنعرف إنه على مر السنين، سنين طويلة، كان هناك نساء قائدات في مجتمعاتهم، وبقى من أنا هون إنه هون عندنا كثير نساء اللي هن عندهم هاي القدرة والإمكانية.
ولكن انا بحب انا شايفه وبتطلع على عزفي، عندي رؤيه لعزفي مش لعشر سنين وعشرين، الا بالعكس احنا لازم يكون عندنا رؤيه شامله وما نفصلش قضايا المراه عن قضايا الرجل او قضايا الحياه الاسريه او عن القضايا الثانيه، الا بالعكس لازم نشوفها ككتله واحده ونتطلع على عزفي ككتله واحده. انه في هناك احنا عدينا في فتره بعتبرها فترة ظلمة مرت فيها عزفية وأهل عزفية، ولازم يكون في عنا من هون ننطلق ونشوف الأشياء اللي ممكن إحنا ندعم هاي البلد ونعطيها قديش ممكن من جميع النواحي، ما نحددش ناحية معينة. يعني لو وصلنا هون مش إنه تعزيز المرأة أو مكانتها في قبيلة عزفية، إلا بالعكس كرؤية شاملة لكل المشاكل والقضايا المطرحة في عزفية بلدنا. شكرا. بفكر دائما بيحكي هاي قضيه المراه والرجل. اليوم احنا كل المهام اللي بقوم فيها الرجل كمان المراه عمالها تقوم فيها. انا بحسش انه في عنا ولا اي شعور في النقص، يعني انه نحن اقل من الرجال ولا في اي شيء. اليوم المراه بتقدر تكون مديره مدرسه، مديره مصنع، كل التفكيدين زي ما قالوا الوظائف اللي بيشغلها الرجل المراه كمان بتعملها. احنا زي ما قالت كثير انا مبسوطه يعني انه كمان حكيت على هاي النقطه، انه نحن مش بس انه نحن نساء وبدنا نعزز مكانتنا، نحن مكانتنا موجوده ومعززين ومكرمين وعندنا قيمه كثير. بالعكس حتى في رجال يعني كمان بحسوا حالهم انه هن يمكن بدهن اما بالفعل احنا دورنا كيف نشتغل زينا زي الرجل. الكل بيعرف من انه وجود مجلس نسائي اليوم في هذا الظرف هو نتيجة انه احنا في تدهور في الحالة الاجتماعية الموجودة في عزفية. انا ما حبيتش افتح الامور في الوقت الحالي، ليش؟ لانه في عنا رح يكون المجال على اساس انه نحكي بشكل موسع على هاي القضايا، ولكن وجودنا هون هو بدل على انه احنا في ضيقة معينة، ضيقة اللي هي في عدة مجالات، إن كانت تربوية وإن كانت اجتماعية وإن كانت اقتصادية، وإن كان إنه هذا المجلس النسائي راح يعتبر كمركز ونواة من أجل مجلس حواري على أساس إنه إحنا نحاكي مشاكلنا وقضايانا وألامنا ونحطها على الطاولة بشكل صريح بدون ما إنه نخبي الأشياء. اتخبت علينا كثير اشياء وحبينا بنحط تحت السجاده والى اخره، ولكن اليوم اولادنا موجودين في خطر والكل بيعرف. اليوم الام بتخاف على ابنها اكثر من بتخاف على بنتها لما بيطلعوا على البلد، والشيء حدنا والشيء محسوس، يعني من حتى بنشمه في الهواء، يعني قديش الشيء خطير. وهذا الشيء بقول من انه كفى وحان الاوان من انه احنا فعلا نشكل عن سواعدنا وانه نكون كمان في لجان في المجلس المحلي وكذا، ولكن اهم شيء من انه نبلش نحدد النقاط اللي لازم احنا نبدا نشتغل فيها قديش ممكن بكير. تفرض خطوات عمليه تكون مدروسه واللي يكون فيها مباشره سريعه. صحيح. في عمل شيرا فكرتش، شكرا على المداخلات، انا كمان متعلم. ما فكرتش انه نفوت في عمق، ولكن